مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هي كايبر؟ ما هي ميزات كايبر؟ ما هي كايبر؟ تخضع لترقية كايبر 3. سوف يقوم كايبر 3 بالتحويل من بروتوكول واحد إلى مركز سيولة للبروتوكولات. ما هي ميزات كايبر؟ أطلقنا بروتوكول سيولة جديد تماماً يسمى كايبر DMM، أول صانع سوق ديناميكي آلي من ديفي. كايبر DMM هو الجيل التالي من AMM، المصمم لزيادة استخدام رأس المال من خلال تمكين كفاءة رأس المال العالية للغاية والتفاعل مع ظروف السوق لتحسين العوائد لمزودي السيولة. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.